الو، ازيك يا هايدي؟ وحشتيني قوي يا هايدي. حبيت قلبي وحشتيني. وانت كمان قوي. وانت يا ماما. طب منين عليك يا هايدي؟ هطلع ان شاء الله اكسر المسرح وهتتبسطي بيا قوي وهترفعي راسك بيا. يا هايدي، انا النهارده عايز اشوفك عروسه. النهارده يوم مهم لينا كلنا، انا وابوك بيدعيلي. ربنا يكون جنبك يا بنتي في كل خطوه. حبيبه قلبي، عايزه منك تركزي وتملكي المسرح زي كل مره وافضل. كلنا بنحبك يا هايدي، مصر كلها بتشجع. التوفيق ان شاء الله. قصر المسرح حبيبة قلبي. حاضر. هايدي موسى من مصر. من 4 أشهر تعرفنا على هايدي، طالبة إعلام بتملك صوت رائع. أنا متأسفة إلك إنك ما رح ترجعي لعند أهلي. من أول إطلالة إلى على المسرح تغيرت حياتها وغيرت حياة كتار. هايدي موسى من مصر. هايدي تميزت بخامة صوتية نادرة وصوت طربي مخملي أصيل. أظهرت مقدرة على غناء أصعب الأغاني وصاروا الناس ينطروها من برايم لبرايم. خلال 15 أسبوع أذهلت هايدي الكل بصوتها وخطفت الأنفاس. بالغناء الطربي أطربت الجميع وأسرت القلوب. لفتت الأنظار بأدائها وحضورها وأبدعت بكل الألوان اللي غنتها. يوم انت جالك يوم تنسى فيه النوم، لو دول مظلوم هقول لك يوم ده جالك يوم. بالغناء الكلاسيكي حركت هايدي المشاعر وكانت نجمة متألقة. على المسرح قدمت هايدي لوحات فنية انطبعت بذاكرة الكل وسحرت الكتار بحضورها. عشت ليالي هنية ما احلم فيه، انا بحلم فيه. مرتاحة دايما مع نفسها، ثقتها كبيرة بحالها ودايما قد الحمل على المسرح. كانت أول من تربع على عرش التوب فايف. بوجودها بالأكاديمية كانت مثال للصبية الهادية والرصينة، واليوم هي قدام خطوة واحدة من اللقب اللي بتحلم فيه من أول دخولها للأكاديمية. هل رح تقدر تقنع بصوت الجمهور العربي وتصير نجمة مصرية عربية شابة وتحصل على لقب ستار أكاديمي؟
ناس بتحبك ومعاك واصدقائك كلهم معاك. يلا حبيب قلبي بالتوفيق.